الزعيم الكردي وصل للعاصمة في توقيت يحتاجه جدا العراق ليطلع من أزمة ويدخل بأخرى. الرئيس مسعود بارزاني أجرى لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين إلى جانب سفراء دول عدة، وحضر اجتماعات الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة بالإضافة إلى القوى السنية. حصيلة اللقاءات أنهت صفحة خلافات عميقة بين بغداد وأربيل وفتحت الباب للوصول إلى حلول دائمة وتسوية حاسمة للملفات الخلافية داخل المكونات وخاصة في البيتين الشيعي والسني. الرئيس بارزاني أبلغ السنة والشيعة بحقيقة واحدة عجلت من زيارته إلى بغداد، وهي أنه المناخ السياسي يشهد انفتاحا واضحا باتجاه حلحلة المشكلات العالقة، ما أدى إلى توفير فرص ملائمة لحدوث انفراج سياسي يسهم في تجاوز العقبات التي تعرقل سير المشهد. الرئيس بارزاني يمتلك تأثيرا وكلمة مسموعة لدى القوى السياسية في العراق وخصوصا قوى الإطار التنسيقي، هذا فزيارته تعتبر مهمة جدا على الصعيد الداخلي للعراق، فاللي ينسمع منه ما ينسمع من غيره. ومع الظرف السياسي والأمني والمتغيرات التي تهدد المنطقة، صارت زيارة الرئيس بارزاني الدافع الأقوى للجميع لتخطي الخلافات وتصفيرها من أجل مصلحة العراق قبل هبوب العواصف اللي ممكن أن ترجعنا للمربع الأول لا سامح الله.